السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حنا مازالين في الموديل 5 implementing IPv4، يعني مازالين غير كنشوفو introduction ديال النيتوركين، يعني فين كنا وقفنا في لي كومبوننت ديال النيتورك. فشوف هنا قلنا شفنا كومبوننت، شفنا الكومبوننت الاول هو الكمبيوتر، هضرنا عليه باللي فيه نيتورك ابليكيشن، هضرنا على دي زيكزامبل. ابخي شفنا الديفايس نيتورك ديفايسز، يعني شفنا كيلك ديفايسز ديال النيتورك. ابخي شنو مازالنا؟ الكونيكتيفيتي، يعني ثالث، يعني كونيكتيفيتي. فشنو كتعني الكونيكتيفيتي؟ يعني باش كنكونيكتي داك نيتورك ديفايسز، باش غادي تكونيكتاو، يعني باش غادي تكونيكتاو، يعني شنو هما لي تيب ديال لي كونيكتيفيتي اللي كاين. ف الى جينا نشوفو الكونيكتيفيتي كنلقاو كاين شحال، كاين جوج ديال الانواع نقدروا نلقاو، اما غادي نلقاوها وايرد يعني في ليغ يعني كابل، ولا نقدروا نلقاوها وايرليس، يعني جوج ديال لي تيب ديال لي كونيكتيفيتي اللي نقدروا نلقاوهم. يعني كاين جوج، يعني كاين اما، عقلوا عليها مزيان، كاين اما وايرد ولا تنجيبوها من هنا، ولا هكا اما وايرليس. فهاد الوايرد كتكون حتى هي من جوج ديال لي تيب نقدروا نلقاو، اما كوبر يا اما هنا يا اما فايبر، يعني كاين جوج ديال لي تيب ديال الوايرد. نجيو حتى هي نديرو لها ديالها هنا، هاكا ها هنا. اذا الكونيكتيفيتي كاين جوج ديال الانواع، اما وايرلس اما وايرد، وداك الوايرد فيها جوج ديال الانواع، اما كوبر واما فايبر. دابا مزيان، دابا عرفنا الكونيكتيفيتي يعني شنو كيكون فيها، كيكون اما وايرد اما وايرلس، وداك الوايرد فيها اما الكوبر ولا فايبر. فشفنا ثلاثه ديال الحوايج دابا لي كومبوننت ديالاش ديال النيتورك، يعني شفنا كومبوننت ديال النيتورك اللي كيكونوا كونيكتد تو كادر باش يديروا لنا واحد السيرفيس. كاين ثلاثه، كمبيوتر، نيتورك ديفايسز، والكونيكتيفيتي. الكونيكتيفيتي كتكون من وايرلس ولا وايرد. اذا عقلوا مزيان. فنتمنى تكونوا استفدتم هذا لا فيديو، نكملوا في لا فيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم ومع الناس اللي انتريسي، والسلام عليكم.